اللي يجي الأوبرا العمانية لازم يجي مطعم الأنغام. هذا المطعم تقضي فيه وقتك وغداك، تاخذ راحتك. السلام عليكم، كيف الحال؟ يعطيك العافية. مطعم الأنغام هو من أرقى المطاعم في الأوبرا، وعلى فكرة كل اللي يشتغلون فيه من السلطنة عمانيين، والخدمة عندهم عمانية، والأكلات عندهم أكلات شعبية عمانية، وعندهم غرف خاصة بعرفكم عليها بعد شوي، مثل هذه الغرفة مثلا اللي اسمها المجلس على برنامجنا. عشان تتغدى وتتعشى في هالمكان اللي هو قاعة المجلس مثلا، لازم تدفع 500 ريال عماني وتكفي لك تقريبا 10 أشخاص. تقريبا 10 أشخاص ولا 8 أشخاص؟ من 10 إلى 8 أشخاص. مع الوجبات كمان. 500 عماني يعني تكلم على 5000 ريال قطري تقريبا. وعندهم مكان خاص اسمه الصباح. ما عليها تسعيرة، الأسعار العادية. بس ايش يسمون الصباح؟ لان هذي تشوفونه قدامكم النكهات هذه مثل اللي موجوده عند او في قصر السلطان قابوس الله يحفظه، لكن عند السلطان قابوس هناك مثل القزاز يعني تجي اشعه الشمس فيسمونه مكان الصباح. هنا حاط لك ليتات يعني نوع من التشابه يعني. هذه قاعه الثريا، قاعه الثريا سموها نسبه الى هالثريا اللي تشوفونها قدامكم، صح يا اختي ليلى؟ وش بعد ميزتها؟ ميزتها ان هاي الثريا انعملت بحلق العمانيه. شوف هذه الحلق اللي تنزل، هذه اساسا كانت حلق قديمه في عمان مثل الشغاب يعني. ايوه اوكي. وهذه الله يسلمك، هاي القاعه بثمان اشخاص راح تكون على 600 ريال. 600 ريال عماني فيها بوابه بس مش يعني برايفت خاصه. قاعة عندهم الزبرجد. ليش اغلى قاعة هذه يعني؟ ليش غالية؟ غالية لانها تسمت باسم الزبرجد، وعلى الزبرجد اللي موجود عندنا هنا هذا الزبرجد. اوكي. وثاني شيء هي باللون المطلية باللون الذهبي، في الخارج عندنا باللون الفضي بس بالداخل عندنا باللون الذهبي. كم قيمة الغداء؟ 1200 عماني. 1200 ريال عماني. وعندك هنا صور اول العروض اللي انعرضت في دار الاوبرا وقت الافتتاح، هذا العرض الصين هنا عندك، وهنا في عندنا صور لصاحب الجلاله في وقت الافتتاح مع ضيوفه، مع ضيوفه، وهنا مع المقدم بلاسيدو دومينغو مع فرانسوا. ما شاء الله. ترى على فكرة في عندهم الألاكارت، والأسعار شوفنا قدامكم على 7 ريال عماني، 70 ريال، 60 ريال، يعني مش ذيك الأسعار الغالية. القاعات تختلف لأن حق 10 أشخاص ونازل، يعني تعتبر الشخص على 1000 ريال تقريبا. بس الوقت عندهم الست هذا مثلا ب 35 ريال عماني يقدم لك الشوربة والسلطة والشوى العمانية والمضروبة الدجاج وبرياني سمك الجنعد. وحياكم الله. الأكل الثقيل. بسم الله. هذا الشوى العماني اللي هو اللحم مع العيش الأبيض. الشوى العماني ترى ياخذها 24 ساعة على ما يستوي. وبكرة إن شاء الله العصريات بشرح لكم وش هالشوى وشون يسوونه وشون يطبخونه في عمان. مرق دجاج بالنرجيل. شكرا، شكرتش. يخلطونه مع العيش ولا بدون؟ كل واحد وكيفه يعني. اوكي. على كثر ما جيت عمان اول مره ادري ان العمانيين يسوون هريس، واسم الاكل عندهم بعد هريس. هذا اسامه ترى ما عليكم منه، قد ما تقدر اذا شفتوه ابعدوا عنه، لان هذا سبب اي ناوي عليه بالضبط. كل شوي جايب لي هريس والشوى. هذا وش الحين بعد اسامه؟ برياني سمك. احمد زايد نص. حط لي شوي احمد زايد، تراك ما سويت فينا خير، حط شوي بس. تسلم، تسلم حبيبي. أسامة وين السكريم باللبان؟ هذا سكريم باللبان. هذا لحظة يا جماعة، ترى هذا مشهور عندهم، يقولون لي إن في ناس يجون من الدوحة مخصوص حق هالسكريم، صحيح يا أسامة؟ صحيح. أشكرك. وبعد هذا وشو؟ هذه عصيدة. أوكي. وهذه الفرني. فرني. أشكرك جزيلا. أنا بطبع على الآيس كريم باللبان. شوي عصيدة. بالعافية. والله يا جماعة الخير الطعم كأنك قاعد تتبخر في البيت. والله العظيم.
بس حلو ها، انصح فيه بقوه. وبعدين انت كنتوا تهاوشون مع البسكوتي تحت انه ينكسر، لا خلصوا الايس كريم وعقب روحوا حق البسكوتي تحت. طلبنا زياده 2 ايس كريم البان واحد ايس كريم، وسامه قال لي من عنده هديه ايس كريم بالتمر. ها لا انا اليوم الكوليسترول عندي. يعطيك العافيه، يستاهل انك تاكله مره ثانيه. شكرا ليلى، شكرا أسامة، ما قصروا معنا صراحة. الله يخليك، يعطيك العافية.